السلام عليكم البنات، كنتمنى انكم تكونوا على خير وبخير، اموركم مزيان. اسمحوا لي على هذه الغيبه، هذه شحال هذه وانا مغيبه عليكم، كانت عندي شي ظروف. المهم اليوم انا رجعت لكم فيديو جديد، كنتمنى انكم تستافدوا منه. والفيديو غادي يكون كيهضر على الماء ديال الارز او التونر ديال الرز. جربته لمده اسبوع ولقيت النتيجه رائعه، وقلت علاش ما نشاركهاش معكم. مهم غادي نخليكم مع الفوائد ديال الارز، ديال الماء الارز للبشره والشعر، ونوريكم الطريقه كي دايره. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word, you can light up the dark. غادي نستعملوا كاس ديال الرز، من الافضل الا كان رز البني، الا ما كانش كاين الرز البني تقدروا تستعملوا اي رز كان عندكم في الدار، الابيض، بسماتي، اي نوع من الانواع ديال الرز. الا استعملنا كاس ديال الرز غادي نستعملوا الدوبل ديال كيسان ديال الماء، جوج كيسان ديال الماء. غادي نديروه في شي اناء اللي محلول وعندو الغطايه، غنكبوا كاس ديال الرز ونكبوا فوقه جوج كيسان ديال الماء. انا هذا موجداه 24 ساعه قبل، لحقاش خصنا نخليوه 24 ساعه في درجه الحراره ديال الغرفه العاديه. هذا انا درته 24 ساعه، درته البارح، باش اليوم نجي نوريكم كي غادي يكون الرز كله كيهبط لتحت والماء كتولي صافي، الماء كيولي صافي. شنو اللي خصنا نديرو؟ نحركوه شويه باش يطلق، لحقاش ديك الماده الرخيمه ديالو هبطت لتحت. شحال ما خليته لمده طويله شحال ما الماء ديالو كيولي غني بداك الماده ديال الرز، ولكن اقل حاجه 24 ساعه. دابا شنو غنديروا؟ هاد الماء هذا ديالو غادي نصفيوه، نجيبوا شي صفايه ديال اي صفايه عندكم ونديروه في شي قريعه اللي فيها البخاخ بحال هادي. فاش غادي نصفيو هذاك الماء من الرز غادي نديروه في شي قرعه بحال هادي. وتستعملوه لمده اسبوع، ديروه في الثلاجه يوميا جوج ديال المرات، رشوا به الوجه ديالكم. اويلي العقل وال، منعش جدا ومفيد جدا للبشره. تقدروا ديروه صباح وعشيه قبل ما تنعس فاش تغسلوا وجهكم استعملوه، ولا تقدروا استعملوه عاد ديروا الكريم ديالكم اليومي، ولا ديروا المكياج من فوقه. مهم جد 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 مزيان للبشره ديالكم. استعملوا اي قرعه تكون عند الغطايه وصافي، وتحتفظوا به في الثلاجه لمده اسبوع. الا داز اسبوع ما تستعملوش، لمده اسبوع فقط استعملوه. بالصحه والراحه، كنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا بفيديو ديالي، عجبتكم الطريقه هذه، وموعدنا على فيديو جديد ان شاء الله. تهلاو فراسكم، بيزو.